السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في التفصيل والخياطة. اليوم راح نديرو لافيست بكتان بوتشامو. هذا اللي كتشوف فيه عندي، نحتاج هنايا هاد الكتان بوتشامو، نحتاج زوج تاع لي فيرموتور تاع 20 سنتيم، ونحتاج هاد الفيرموتور فيها حوالي 120 سنتيم. شوفوا البنات، هاد الكتان راه فيه حوالي 2 مترات، تقريبا 2 مترات ونص. انا راح نحتاج فيه 2 مترات، بالك 2 مترات تكفي، ولا راح نقص منها 10 سنتيم. ولا شندي البنات، هاد لافيس راح نديرها بالفيرميتور. الكتان نديروه من الجهه ها هي اللي تتكسل، راح نديرو بالجهه تاع هو فيه منا متره، وقيلا فيه متره ونص العرض تاعه. دوك نشوفو فيه متره ونص حتى المتره و60، وقيلا فيه متره و60. اش راح نديروه؟ مقص في الجهه تاع الطول، مقصت حوالي متره و20 سنتيم. راح ندير لا فيس طويله فيها متره و20 سنتيم، تجي مع لي بونطالون، تجي مع ساويل الجين. البنات مقصها على 2، راح نفصلو، نبدو من الظهر هو الاول، ما نفصلوهمش كيف كيف. مي فيها الفيرميتور ما تفصلش كيف كيف، نحتاج الظهر وحده ونحتاج الصدر وحده. نخلفو الامام ماشي كيف كيف. شوفوا البنات هكا، شوفوا البنات الكتف عندنا ربعين سنتيم. راح نهودو بخمسة وعشرين سنتيم، راح نديرو دوران الصدر. الصدر عندنا راح نديرو 26 سنتيم، نهودو اما ديري شبر او ديري 15 سنتيم. راح نديرو نديرو 30 سنتيم هاكا البنات، تجي كيما هاك. نعدو هاكا، نهودو هنايا البازي حتى الطول تاعنا، نهودو إيفاز حتى الطول تاع لافيس. هذا هو، نعاودو نديرو ربع أصابع، راح نديرو الظهر. تبعو البنات، نهودو هنايا 1 سنتيم. لافيس ماليقش تجي مزيره كما من نخدمو بدعيه، ولا تجي كما الجلابه من نخدموها شويه عريضه، خاش راح نلبسو تحتها.
لهم راه وجم التحت. هذا هو الظهر دروك شنفصلو نفصلو الزطر شيها الاماميه راح نطولك الثاني على اثنين البنات. طريقه سهله وبسيطه. كتان هذا ينباع 100,000 المترة. نحطو الخلف تاعي فوق الامام. اش راح نديرو؟ شوفوا البنات منحطوش فوقه نيشان، راح شوفوا البنات راح نخلي هنايا دائما الامامي يجي شويه عريض على الخلف. علاش يجي عريض على الخلف؟ على جال الفيرميتور وعلى جال تاني كيما نقولوا حنا دوران تاع الصدر وكاع يلقى يجي شويه عريض الامام. شوفوا البنات كي نفصلوا فوقاني راح نقلعوا الظهر وراح نقلعوا ونحلوا في الوسط. نحلينا في الوسط دوك شنو نديرو؟ شوفوا البنات راح نفصلو لي موش. لي موش تاني راح نديرو الجهة اللي تكسر. شوفوا البنات مو موش هكا تبعوا البنات طريقة سهلة وبسيطة. عندي الطول هنايا نديرو 60 سنتيم 60 سنتيم. راح نهودو هنا بشبر شبر هنا وراح نديرو تبعو البنات شوفو البنات
الموش، راح نديرو نعلمو الوسط تاع الموش. هذا الطرف ها هو اللي بقى لنا، راح نديرو به الكول. كيفاش راح نديرو الكول؟ راح نحسبو الرقبة، دوران تاع الرقبة مع دوران تاع الصدر باش نلصقو الكول. الصدر راح نحبسو حتى لهنا، ما راحش نكملو حتى عند الفيرميتو. لقيت كاع الدوران، لقيت 56 سنتيم، كملت كاع عند الصدر. هنا راح نديرو شوية، راح نديرو 9 سنتيم هكا. هو الموش الكول كيما هاك. شوفوا البنات، هنا راح نديره كيما هاك، راح نقص لنا غير شويه. شوفوا يجي غير شويه هنا داير مقوس. شوفوا البنات، نحكموا الصدر جهة الخلفية الأمامية عفوا، راح نديرو مكان تاع فيرميتور. راح نهودو حوالي 45 سنتيم هنا باش نحطو فيرميتور. انتي وكيفاش تبغي الفيرميتور تاعك، تبغي هاك ولا انا بيرتلي ندير لها هاك تيشاب تعطي منظر شبيب. شوفوا البنات هاك حتى لهنا. كيفاش نديرو باش نديرو الزاوجه كيفها؟ هنا هذا علمناه بالطبشور، قصحي شويه الطبشور باش تحطي هذا الجهه الثانيه فوقها هنا ولات معلمة كيفها. وزدت فصلت، درتها غير بالكتان كان باقي لي باش نخدم به الجيوبه لداخل. كان لي يديره بالتبطين جيب ولا يديره باي كتان، انا درتها غير من لهمين بقالي باش مع غليظ وشباب يجي شباب من الداخل. درك البنات نروحوا للماكينة الخياطة ونوريكم طريقة الخياطة إن شاء الله. شوفوا البنات، راح نبدو بالفيرميتور هي الأولى، هذا اللي علمناه. راح نحطو الفيرميتور ديال وجه الزين مع الزين هكا ونحطوه ونحكمو الجيب اللي درناه. وراح نخيط
شوف البنات ها هي نحلوها كيما هاك، ها هي لصقنا. دوك شنو نديرو؟ راح نخرجوا هذا من نعاودو نطلعو الفيرميتور الفوق كيما هاك، تبعوا مليح، نعاودو نقلبوها هاك. هي نورمالمون راها كيما هاك، حنا نديرولها هاك، نقلبوها نزيد نركبو. راح نعاود لكم باش تفهموا مليح. هاي كي لصقنا فيرميتور راح نحلوها هاك، راح نخرجوا هاد الكتان هاكا، راح نقلبوا هاد الفيرميتور منا هاك، راح نقلبوها. شوفوا البنات راح نقلبوها كيما هاك، هنا راح تنقلب، نعاودو نحطوها هنا، وراح نعلمو وين بدينا الخياطة، نعلمو هنا، وراح نعلمو وين تكمل حتى لهنا، راح نزيدو نحطو. هاد الجيب هنا كيما هاك، وراح نخيطو. ان شاء الله التصويره تكون واضحه مع كتان جي نوار. شوفوا البنات ها هي هنا. دوك شنو نديرو؟ نجو منا راح نحلو هذه بالمقص ولا بالموس ولا اي حاجه حلي بها. شوفوا البنات هاي حليناها، هاي حليناها بالمقص من الرول، راح نقلبو هكا الجيب وراح ندخلو الجيوبه الداخل. ندخليهم كاع الداخل داخل. شوفوا البنات دخلت الجيوب مليح منا، خليهم هاهما وينا، خليهم هاكا مفركتين. دوك شنو ديري؟ الشيب عاودي خيطي الجيب تاعك، خيطي هاك وهاك وهاك وهاك، تحاتي فركتيهم تخليهم شم ملوين.
كملناه. واش نديرو له هذا بلعيه هذا الشيب الدخلاني بلعيه كاع. ها هو البنات الجيب هو كمل الجيب هيا درنا تاني جهه اخرى كملناها. دروك واش نديرو؟ شوفوا البنات نسيت ما قلت لكمش الظهر، الظهر نقسمو في الوسط ونعاودو نخيطوه نلصقوه مع بعض ونعاودو نخيطوه بالماشينه هاك فوتو عليه. بعد ما لصقنا الخلف والامام الظهر مع الظهر لصقوه كاع، يبقى لنا في الفيرميتور البنات نديرو هاد الجهه مليحه نحطو الفيرميتور تاني كيما هاك بالمقلوب نحطوها هاكا معنتها المليحه مع المليحه. راح نخيطو راح نبدوها في الوسط في كيما نقولو شويه نطلع هنا ما نهودهاش كاع حتى لهنا نطلعها شويه البنات. بعد ما لصقنا هاد الجهه كما هكا ها هي وينها راح نعاودو نحطو الجهه اخرى نحطوها كيما هاك علاش كيما نقولو الجهه مليحه من الفوق نحطو هاد الجهه تاني هادي نقابلوها كيما هاك هكا نعاودو نخيطو فيرميتور الجهة الثانية الطريق كيما هاك. شوفوا البنات هاي ركبنا الفيرميتور ها هي من التحت الجهه التحتانيه هكا حتى الفوق قاعده تتنى هاد الزياده هنا هاد الزياده راح نصورها من بعد كيما هاك نصورها. دوك شنو نديرو البنات؟ عندنا هاد الكول انا خيطته خليت جهه محلوله هاد الجهه هي اللي راح نلصقها هنا. راح كي غادي ندير راح نقبض نص تاع الكتف نص تاعه وراح هذا نطوي هاك راح ندخل ونخيط باش ندرك هذيك الخياطه راح ندور عليها كاع حتى لهنا. شوفوا البنات شوفوا البنات ها هو الكول دخلناه في الوسط راح ندخلو هذا الطرف كيما هاك راح نزيدو هنا هكا راح نخيطو Thank you.
ليموش السخون. الاولى راح نديرو العطفه تاع ليموش. نزيدو لصفو الجهه الثانيه. شوفوا البنات كملنا فيرميتور، درنا العطفه من تحت. الفيرميتور كي تكملوها من بعد تخيطوها، تبدو تخيطوها كاع، تبدو من الكول، هنا من الكول تخيطو هكا وتزيدو تكملو العطفه كملنا كيما هكا. دوك البنات بغيت ندير لها حزامه، انا بنت لي ندير لها حزامه. هاي الشوت هذا درته هنايا، خيطته لقيته مع خوه ودرت هادو الشوت كيما هكا ثلاثه باش نخدمهم. دخلت ليهم الحزامه، حنا نخيط هاك شوفوا البنات ها هي فيرميتور، عفوا الحزامه هاي كملناها عطفناها درنا خياطه من الداخل ومن بعد قلبنا الكتان. كي تقلبي الكتان تعاودي تفوتي عليها كاع، تخدمي هذا هاد لي شوت هكا، تعلمي الوسط عند وين نديرو الحزامه وتلصقي، غادي تجيك ثلاثة، تجيك وحدة من الطرف منا وحدة من هي وحدة في وسط الظهر. تبغي هذا الطرف تحكميه من الداخل هكا غير بالبرا والخيط في الوسط باش
توجور تقعد الحزامه في بلاصتها ما تتحركش، تحكمي غير جهه طابتها ما تحكميش منا ومنا. ها هي البنات، ها هي لافيس كملناها، شوفوا كي جات شابه. دوك البنات راح نلبسوها في الماكا ونوريكم الطريقه النهائيه كي خرجت ان شاء الله النتيجه، عفوا نوريكم النتيجه النهائيه. شوفوا البنات كي جات شابه، هاي كملناها. هاي تبغي دير الحزامه، تبغي تقلعيها، هيا دوك البنات نقولكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.